بهذه الصور المتحضرة الراقية المدنية المفعمة بمطالب التغيير الجذري التي عجت بها شوارع أغلب ولايات الوطن اليوم، نفتح نقاش برنامج في الواجهة لنقف وقفة المتأمل المحلل والمتطلع إلى مستقبل أفضل لجزائر الغد واستثمار واع وعقلاني لهذا الخروج الجماهيري التاريخي للجزائريين وفي مقدمتهم المرأة الجزائرية في عيدها العالمي، والتي حيا نضالها بالأمس رئيس الجمهورية عبر مختلف الحقب داعيا إياها إلى البقاء في الخط الأمامي في هذه المعركة السلمية، معركة صون الوطن، معركة الحفاظ على أبناء الوطن، وبمعنى وبعبارة أوجز وأشمل معركة الجزائر. تحية لكم مشاهدينا، كل عام والمرأة الجزائرية الصابرة المصابرة المناضلة بألف خير. حتى نفتح النقاش مشاهدينا، كما أشرت قبل قليل وسيكون هذا الملف الرئيس لهذه في هذا العدد، أسعد باستضافة زميلي الإعلاميين أمين سعدي، أهلا وسهلا بك معنا اليوم. أهلا وسهلا. وعبد الوهاب جكون، أهلا وسهلا بك عبد الوهاب. طبعا خلافا ربما للعادة كنا نستعرض أبرز أحداث الأسبوع، وبما أن الحدث البارز والأهم على الإطلاق هو هذه المسيرات أو تواصل هذه المسيرات، هذه المظاهرات الشعبية الراقية اللي شفناها فيها الكثير من الرقي، الكثير من التحضر. دعني أبدأ معك، كنا نتابع هذه الصور، ما تعليقك مبدئيا عليها؟ المسيرات هي واقع، يعني ما نقدروش يعني كمحللين ولا كإعلاميين أننا ننكر ولا نتجاهل هذا، يعني الحركة هذه يعني الظاهرة. اليوم كانت المسيرة يعني قوية، كانت المسيرة قوية، مسيرات عبر ولاية الوطن طبعاً. لا ولا سيما احنا حاضرين يعني هنا في العاصمة. العاصمة وشفنا يعني مشاركة يعني العنصر النسوي يعني بقوة. هذا يدل ان يعني كما نقولوا احنا الجزائريات تهتم بالشان السياسي ومستوى الوعي كذلك ارتفع لديها، تهتم بكل يعني ما يخص يعني ويكون عنده ارتباط بالوطن ومصير هذا البلد. فقط لما نشوف يعني الشعارات هي تعكس التركيبه تاع هذا يعني تاع الحركه هذا الاجتماعي، هو ماهوش شعارات حزبية، يعني باش الإنسان باش حتى واحد ما يجيش وغدوة كيما نقولوا زايد علينا يقول أنا فهمت. كاين فيه شعارات نتاع الخروج عفوي وحتى الشعارات نتاع أنصار كيما نقولوا احنا النوادي، كاين فيه الأربعة تاع نخبة مثقفة اللي طالب الرئيس أنه يمتنع على العهدة يعني الخامسة، وكاينين اللي طالبوا بتغييرات يعني سياسية عميقة، ولكن يبقى هذا الحرك عفوي، مش يعني منظم. ولما يكون فيه حركة بهذا الحجم بهذا القوة وما يكونش فيه تنظيم وما يكونش فيه تأطير، يعني ربما راح يكون مفتوح باش ما نخوفش الناس، يعني باش ما نخوفش الناس وباش يعني من كما نقولوا ما نطعنش في شرعية المطالب. أكيد لما أمر ما يكونش منظم ربما راح يكون مفتوح على كل احتمالات، وحنا بكل صراحة كجزائريين ماناش مستعدين أننا نعيش واش عشنا في السابق، وهذا نقولها من باب اليقظة مش من باب يعني التخويف. وحتى هذا ما تحدث عنه حتى رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة 8 مارس. أمين، طبعا سأتيح لك المجال للتعليق على هذه الصور المتحضرة جدا التي لا تزال تصنع الحدث إلى الأسبوع الثالث، صور كلها رقي مثل ما أشرنا، صور حملت مطالب مشروعة للشباب ولجميع الفئات التي خرجت، حملت حتى شعارات تبنت إسقاط نظام، تغيير نظام، الكثير من الأشياء
مع سنتوقف بعد قليل عند هذه المصطلحات وهذه الشعارات، لكن أترك لك مجال التعليق، خاصة وأنه ربما جاكون تحدث عن بعض المخاوف. ربما طبعا نحن لا نشكك في هذا الخروج العفوي، لكن ربما هناك من يقول في حال طال أمد هذه هذا التظاهر هو ما يطرح ربما إشكالات. أولا مساء الخير لكل مشاهدين في هذا اليوم المبارك وهيبة، وما دام تكملوا على هذه المسيرات والوقفات والمظاهرات والخرجة على الشعب الجزائري الخرجة الواحدة، أعتقد أخالف عبد الوهاب في هذا النقطة، لأنه الأمر يتعلق أكيد بمخاوف ليس من باب تخويف، هذا حفاظا على أمن المواطنين والممتلكات وغيره، لكن في نهاية المطاف هذا الفيسبوك عبد الوهاب هو اللي خلى كل هذه الفاعلين اليوم في الشوارع الجزائرية يسبق الأمر بالتنسيق، يعني وهذا أمر واضح في صفحات فيسبوك وهبة، بعدم يعني الخروج عن سير المسيرات، عدم الاحتكاك برجال الأمن وهم مشكورين على معاملتهم الراقية، عدم يعني تجاوز وقت الخامسة ونصف أو السادسة مساء تجنبا لأي مزايدات أخرى من طرف من صحيح. يريد أن يخرف في هذا الأمر. فبالتالي أعتقد أنه في وجهة نظري أنه الإيديولوجيات الجزائرية كلها ذابت اليوم، لقينا الناس اللي متفتحة، لقينا الشباب والشابات من جامعات، لقينا عائلات، لقينا شيوخ، لقينا ناس خارجة من الملاعب، وهذا يعطي صورة ونبرة أخرى عبد الوهاب للشارع الجزائري اليوم. أكيد أنه المخاوف نتكلموا عليها في هذه السياقات هي مشروعة، لأنه نامبورت كال ديراباج ولا أي انزلاق بسيط جدا يؤثر على سلمية المظاهرات، ولكن أعتقد أنه اليوم السقف عالي جدا على الوهاب، تجاوز يعني حتى الشارع أظهر وعي كبير بهذه السقف اليوم وهبة، تجاوز كل تجارب الأحزاب السياسية موالات ومعارضة، المجتمع المدني، حتى منظومة سياسية إلى درجة كبيرة اليوم، لأنه كان في تنسيق قبل جمعتين، هذه الجمعة الثالثة، نتمنى فقط أن تكون الأمور بخير، أن يرتفع سقف الاستماع والحوار ما بين كل الأطراف، لكن عمليا لا يمكن أن نتكلم عن أمر آخر، لأنه أصلا هذه الخرجات عبد الوهاب عمليا بسقفها إلى غاية اليوم، ونتمنى أن تكون سلمية وتتواصل سلمية هي مشروعة للتغيير أو للإصلاحات العميقة على كل حال، لكن ولات مرجعية، يعني الغد هناك أفارقة كانوا تبنوا في إحدى العواصم الأوروبية، خرجة في عاصمة أوروبية، قالوا كيفاش لاماك دي ريفوليسيون الجزائر دارت خطوة في الأيام القليلة الماضية، راح يتبنوها دفاعا على قضيتهم فيما يخص النقود التي تطبع في 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 فرنسا بين قوسين. فبالتالي هناك جوانب إيجابية يجب جدا أن نذكرها نحافظ عليها، الصورة مكتملة، لأنه قبل أشهر أو سنوات قليلة ماضية ربما البعض يقول لك يحشم أنه الجزائري يغني أغنية ثورية في الشارع، يقول لك واش راك تسمع، على سبيل المثال أنه يرفع ولا يلبس سيرفاتمون في العلم الجزائري، وهذه صراحة، لكن اليوم هذا يثبت العكس، يثبت أنه اللغة التي كانت تستعمل من طرف أحزاب سياسية تشكيلات أي ما كانت أو عدة نخب بين قوسين أو مجتمع مدني خالفها اليوم الأمر الواقع وخرج إلى الشارع. صحيح، خاصة وأنه لطالما كنا نقول بأنه ربما خاصة فئة الشباب الجزائري هي منفصلة عن قضايا الوطن، هي لا تعطي كبير الأهمية لكل ما يتعلق ربما بمسائل خاصة السياسية، لكن هذه المسيرات، هذا الخروج الراقي جدا أثبت العكس تماما، شاهدنا شعب واعي جدا متفهم لإمكانية ورافض لأي استغلال سواء من الداخل أو فتح ثغرات حتى للمستغلين من الخارج، وحتى الذين حذر منه حتى رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة 8 مارس لحي هذا الوعي الكبير، ولكنه في الوقت نفسه أبقى هذه المخاوف، لأنه إذا حتى لو لم يتحقق أي شيء في هذه الجزائر خلال هذه المدة، لكن على الأقل يعني الجانب الأمني الذي حافظت عليه الجزائر طيلة هذه المدة يبقى الإنجاز الأكبر والأهم على الإطلاق الذي يجب المحافظة عليه مهما كان سقف المطالب، وكل المطالب مطروحة للنقاش طبعا. لا ما نختلفش، ما فيش اختلاف بيني وبين أمين، يعني اختلاف جواري، ولكن أي محلل لازم يتسم بالبرودة، لازم يتسم، يعني كما يقولوا احنا لازم يبرون لو ركول، لازم يكون يشوف يعني الحركة من بعد، وكما نقولوا احنا ويحللها بطريقة موضوعية. صح. بطريقة موضوعية، ما نساقش في الجو العام نتاع المظاهرات. لا، اولا انا نقول لك ما فيش تنظيم، في افواج جي. انا نعرف احنا المظاهرات تبدا لما يكتمل عدد نتاع، فهمت ولا؟ وهي افواج، وكاننا ينتظر
كاين الناس تنتظر تشوف وما عاد تشوف تتصيد ربما الفرصه المناسبه وتلتحق. هذه واحده. ثانيا معليش طالبت عرف نفسك، ما هي القياده تاع هذه الحركه؟ حتى وين كان فيسبوك، حتى وين كان فيسبوك عرف نفسك. بس كنتك رفعت شعارات، ما تكتفيش برك برفع الشعارات، لازم تكون كطرف في المفاوضات. كيفاش راح نستجيب لهذا المطالب اذا ما كانش فيه فيزافي طرف مفاوض؟ ما كانش فيه فيزافي. زيد، ما هو المشروع؟ ما هو البديل؟ ما هو البرنامج؟ هذه سهلة تخرج إنسان، سهلة أنك تخرج الإنسان، ولكن أي حركة، أي حركة لازم تسطر لنفسها أهداف، ولازم كيما نقولوا حنا تخلق آفاق. آفاق ما يكفيش أننا نخرج ونطالب، بصح كيفاش راح نعالج هذا المسألة هذه؟ كيفاش راح كيما نقولوا حنا نستجيب الى هذه المطالب؟ كيفاش راح نحطها في كيما نقولوا حنا في ميدان الواقع؟ ولا ما يكفيش انك تقول فلان ما تقدمش روحك للعودة الخمسة، تغييرات جذريه هذه شو كانها يعني سمحني موضوع نتاع امتحان بس عام. هذا والتخوف نتاعي، لان هذه الحركه ماهيش متجانسه، ماهمش مناضلين، لان عادة المناظر يتسم بالانضباط. باش نتفهموا، انا مانيش اطعن في هذه الحركه، ولكن انا بدراستي تجربتي السياسيه تخلي انني نوضع بعض التساؤلات، ومانيش من حقي انني نطعن في هذا الوعد، ولكن من حقي انني ان اتساءل. من حقي انني كمحلل وكما نقولوا تابع للشأن السياسي في في البلد. جاكون خليني صحيح ما نروحش برك صحيح خليني برك نوضح معك، لاني لانه حراك الشارع هو حر في سقف المطالب التي تقدم بها، لكن هل افهم منك بانك هذه الجهات التي نراها تلتحق كل يوم بهذا 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 الخروج، بهذا الشارع الجزائري الذي خرج للمطالبه بالكثير من الاشياء، منها السياسيه والكثير من المطالب، تقصد بأن هذه الجهات يفترض سواء كانت سياسية أو جمعية أحزاب مجتمع أو جمعية يعني مجتمع مدني أو حتى بعض الشخصيات أو حتى هذا تعتقد بأنه يفترض أن يكون لديها الآن يعني لا تركب الموجة مثل ما يقال، ولكن تكون لها الآن بدائل، تكون لها حلول، تكون لها شوف يا أستاذ، هذه الخرجات ولا التظاهرات ما كانش ممكنة إذا ما كانش فيه جو ديمقراطي. يعني بكل صراحة احنا ماناش عايشين في ديكتاتورية. الجزائر يعبر على الموقف تاعو في الشارع، يعبر على موقفه في الصحف، يعبر على موقفه في الملاعب. ما كان في الجزائر لا يوجد كما هو الحال في بعض البلدان العربية اللي صارت فيها ثورات قمع الكلمة، ما كانش. نقولها لك بكل صراحة، لازم الإنسان يأكد على هذا، ومن زي وحتى واحد ما يتزيد علينا، وهذا بما يحسب ربما ما يتزيدش علينا. هذا يعني كيما يقولوا يعترف به العدو الصديق، لأنه كون فيه قمع أو ما يخرجوش، فيه حرية، فيه مجال من الحرية، فيه هامش من الحرية، مكفول. لازم نعترف بذلك. كما قلت لك الشعارات المرفوعة ماهيش شعارات أحزاب، أنا نقولها لك قصة أكيد سمعت ولا. واضح واش هي؟ كل واحد اليوم حب يركب القطار، ولكن يا جماعة وين رايح هذا القطار؟ هذا هو التساؤل. صحيح، معليش كاينين اللي بداوا في البداية، كاينين اللي شافوا كل مرة ينتظروا كيفاش يعني يكون الرد فعل تاع الشارع، وتلقاهم يركبوا والغريب في الامر فيه من استفادوا من النظام وكانوا في النظام. صحيح، يعني ولعقود من حتى في هذا الحركه هذا بدون ان نقلل من اهميته. صحيح سمعت ولا؟ صحيح، فيه انتهازيه ضربه اطنابعه في كل اسلاك، من الصحفيين، من السياسيين، من اطارات تعدوا لها، نقولها بكل صراحه، فهمت ولا؟ ولكن
الحرك هو ما عنده حتى طبعا علاقه مع عند الله طبعا هذا. نحن لا نشكك في اي جهه، لكن في هذا السياق، وكنت اشرت معك امين قبل قليل انه حتى الشعارات التي تابعناها في هذه المسيرات، هناك شعارات حملت اسقاط النظام، شعارات تحدثت عن العهده الخامسه، شعارات تحدثت عن تغيير النظام. لو ناتي الى حتى تحدثت عن حراك، لو ناتي الى تحديد المصطلحات بكل موضوعيه لانه مهم جدا، وشفنا حتى استيراد ربما بعض المصطلحات من 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 مما يسمى بثورات الربيع العربي، وإن كانت هي خراب أكثر منها ربيع. لو ندقق بين التغيير وبين الإسقاط، ماذا يمكن أن نقول؟ قبل هذا المقبل معذرة فقط وهيبة، مدى المشاهد يتابع اللقاء واليوم ربما أرانا هي تقتصر على الأقل وجهة نظر الجزائريين وليس الجميع، لأنه فيه عدة وجهات نظر. أنا خالف عبد الوهاب في ذات النقطة اللي عودها قبلها، ليس سبب واحد. أي نقطة من اليوم اليوم لنا نتكلموا، واليوم عبد الوهاب المشاهد يتابع اللقاء يلوم أحزاب سياسية ولا طبقة سياسية ولا منظومة سياسية اللي استعملت لغة لسنوات أو لأشهر أو كمل الفكرة فقط. لا لا نتناقشوا معليش، هذا وجهة نظر، لأني حبيت أقول باللي كان في تنظيم. لماذا هي كمحللين متتابعين الأيام كفيلة بأن تفرز هذه الأمور؟ أكيد ليس في الساعة، ولكن عمليا إذا قلنا تنظيم، لأنه هذا التنظيم عن طريق وسائل التواصل الجديدة ليست القديمة، يعني عندك أي حزب سياسي باش يدير تعبئة فيما تم في هذه الأيام غير الماضية ما يقدرش. قضية الشعارات أعتقد في اعتقادي والأيام كفيلة بأن تبين هذا الأمر. في نخبة ما هي التي هندست هذه الشعارات لأنها مؤسسة وضاربة في العمق، وإلا ما كانش تجيب النتيجة تاعها. هذا السياق التنظيمي إلى حد ما اللي يخلي كل هذه الايديولوجيات تدوم مع بعض، شباب ونساء ورجال، تخلي انه سقف الحرقه يهبط هذه الايام تاع عبد الوهاب، تخلي انه ما ناش فكروا في التحرش في الشوارع وتمشوا مع بعض العائلات والشيء اللي جرى ليس بالامر الهين، يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ايجابا لانه مطلب شعبي نعم، وان يتابع تحليلا. انا معك فيما يتعلق بالشعارات كذلك وهيبه، وفق ما جاء على لسانك، ما بين اسقاط والتغيير والاصلاح اختلفت الامور، وحتى وسائل الإعلام تم لومها في الأيام القليلة الماضية بالمناسبة، كيفاش ما كنتش تستعملوا الكلمات اللي درناها في الشارع، وكأنه البعض على كل حال مع احترامات العمومية منها طلب منا الإسقاط فقط، يعني كاين شيء فقط حط أحيانا هناك لحظة للمتابعة للتمحيص وليس فقط لتدفق المعلومات، لأنه المعلومات كاينة في كل وقت وآن، يعني فبالتالي إذا كنا نسترق كل شيء فهذا إشكال. ومن هذا الباب أعتقد أنه مؤسسات إعلامية عموما، التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية وكذا، في بداية على الأقل هذه المظاهرات والمسيرات ما كانش فيه تحفظ مهنيا، لكن كان فيه فقط متابعة بعدين عقلانية وموضوعية. صحيح متابعة يعني ضمان خدمة الإنسان لا ينصاع إلى ذاك يعني التهويل التهريج في بعض الأحيان، أن ترفض المباشر في التلفزيون الجزائري لأنه مسؤولية كبيرة. صحيح متابعة اليوم الحمد لله في فرق عمل تشغل، واليوم كان فيه عدة وبحسب فرق. تطور الأحداث يعني صارت المواكبة أكبر من قبل خاصة الوسائل العمومية. أمين نعم، هذا من جهة. فما تعلق بهذه الشعارات سهل أن نقول أي كلمة، لكن أي معنى بأي ضريبة بأي تبعات صحيح بأي مفهوم يعني بأي آلية وقبل ذلك يعني لو حاولنا نتقربوا، كنا تلاقينا بعض الشبان في الجمعة الماضية في الميدان، وتلاقينا مع الشرطة كذلك في هما أدوا مهامهم النبيلة بما يحفظ على الأقل الممتلكات وهذا المتظاهرين، وهم يفتحوا الباب في كل مرة في تراجع عبر مختلف أزقة شوارع العاصمة. نقدر نقول وهيبة إلى حد ما في اعتقادي بأن الأمور محسومة في أمر أنه هذا المطالب لا تستهدف نظام أو دولة بقدر ما هي تستهدف منظومة سياسية. يعني إذا رحنا لمثال قريب اللي هو شارع الشهداء، كان فيه مواطنين ما عندهمش علاقة بالتلفزيون، وشفناهم منهم زميلي في الدكتور في الجامعة في المدرسة علوم سياسية، شفتهم مع بعض المواطنين شادين اليد في اليد وواقفين قدام مدخل تلفزيون، يعني الأحداث اللي صارت بين قوسين الجمعة الماضي. قلت له واش كنت تدير؟ قال لي والله كنا مع المسيرة نعم، لكن شفنا البعض الدخلاء اللي جاوا بداوا يكسروا ولا يرموا ببعض الحجر وغيره، فوقفنا قلنا لهم شكم ديروا هنا يا جماعة؟ واش علاقتكم بالمؤسسة؟ فهذا حبيت أقول لك هو مؤشر من مؤشرات عديدة واللي شاهدناها في الشارع، أنه مش قضية نظام دولة التي يجب أن تكون قائمة دائما بمؤسستها بهيئاتها بكل يعني قطاعاتها، لكن الإشكال مطروح اليوم في الصميم واللي يطرق له البرنامج بسقف معين في عدة على حلقات وطيلة أشهر، هو
مشكل في منظومة سياسية، يعني مشكل في تصريحات، مشكل في البعض الذي لم يتحمل مسؤوليته في المسؤولية تاعه، مشكل أحزاب سياسية اللي عايشة واحد عايش بالمحفظة يدور فيها صحيح. يجي فقط في ريزوكازيو مناسباتية أو حتى بعض الأحزاب التي تتحدث طويلة عن تداول السلطة ونشوف وجوه 20-25 سنة في العودة تاعها ما تغيرت أصلا ولم تغير اللغة التي لا تواكب اليوم. اليوم وهيبة من 99 إلى غاية اليوم بين قوسين عندك تقريبا جيت 20 سنة كم من مليون عندك من شباب. هل اللغة التي استعملت لم تستطع أن 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 يعني أن تضم إليه هذه الشباب لما نشوفوا حتى بعض الوجوه ترشح على مدار 4 عهدات 3 عهدات سواء في المجلس الشعبي الوطني أو في حتى في السيناء أو حتى في المجالس البلدية والولائية نفس الوجوه ترشح يعني أصبحوا وكأنهم موظفين وليس مناضلين. الإشكالية المعذرة وهيبة الإشكالية أكبر لسببين، هي نفس الوجوه نعم تكرر نفس الأخطاء نعم وبوتيرة تصاعدية وصلت في عديد المرات ورانا مواطنين جزائريين أنها تستفز المواطن لما يشوف لك أي إنسان يدير تصريح أي ما سواء في الصحة أو في التعليم العالي وأي قطاع والكل معني في شأنه على كل حال وكأنه يستغبي هذا الشاب وهذا المواطن وهذا النخبة يعني يا صاحبي شو يا يعني أحيانا في بعض التصريحات في سقف معين بحاجة إلى تحليل نفسي مش صحيح. حتى تحليل اجتماعي أو صحيح. إعادة تصحيح بيان على مستوى هيئة معينة. ولما نتحدثوا على إسقاط لو نتحدثوا في حديث العمق جاكول كي نقولوا إسقاط النظام هو بمعنى إسقاط جميع مؤسسات الدولة وجميع هياكل الدولة بما فيها السياسية الاقتصادية. يعني الآن لو نتحدث الآن مثلا عن حتى هذه العودة الخامسة رئيس وذهاب رئيس الجمهورية الحكمة هل مثلا رحيل رمز السلطة هو معناها إسقاط النظام أم أن النظام هو مصطلح أعمق هو مجموعة من التشابكات السياسية والاقتصادية والتي تمتد على مدار سنوات وبالتالي تصبح متجذرة تصبح حتى تفكيكها صعب جدا. فبالتالي الحكمة هنا هل نتحدث عن إسقاط ربما تكون مآلات وخيمة ونذهب إلى 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 الطريق المسدود أم عن التغيير الذي يتطلب دائما الحكمة والتريث على الأقل والطريق يكون واضح إلى أين نتجه؟ شوفي يا أستاذة أنا بكل صراحة يعني بكل صراحة النشوة راهم مبهورين يعني أنا من ولا أنا ضد الفيسبوك مانيش ضد الفيسبوك ولكن هذا واقع جاك محلل تستنطق الواقع. انا نحب نفهم شكون هذو المنظمين تاع الفيسبوك اللي راهم يخرجوا في الشارع وذا نعرفهم. انا مانيش انا سياسه ماشي عالم افتراضي كل صراحه لازمنا نقولوا مليح سيدي مليح خرجنا مليح ولكن الافاق ولا كل جمعه نبقى واك كل جمعهك بصح الافاق هلا هذا الحركه الى اين هي واش يقترح شوفي نقول لك معليش يا سيدي احنا مسلمين سلمنا باللي النظام مرفوض باللي اش يقولوا له المعارضه ما تمثل والو يبقى هذا الطرف الافتراضي الشارع لا الافتراضي لا الطرف الافتراضي بس هو اللي راهو يخرج هو اللي يجند هو اللي يرفع هو اللي يمد حتى كما قال لك هو قال لك يختص الفيسبوك ومواقع التواصل يختار الاجتماعي يعني قال لك يختار يعني الشعارات وهو بفضل هذه الشعارات هو يجند مع من راح نتناقشوا بس واحد مع من راح نتناقشوا بس كيفاش راح نتناقشوا ولا راح نزيد نطيحوا في نفس الاخطاء نتاع بعد 5 اكتوبر تسرعنا وكأن الديمقراطيه هي قرار اداري هاو شفنا ما يكفيش انك تاخذ قرارات هل هذا 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 هل انت وصل ان يعني وصلت ان هذا الفكره هذه الايديولوجيه مرسخه واش بكل صراحه كانت في انتخابات اللي جابت لنا حزب الطيوقراطي يحرم ويحلل نقولها بكل صراحه لا يفهم با نطيحوا في نفس الاخطاء يفهم با نفس الاخطاء معليش يا سيدي هاو بوتفليقه راح ومن بعد مع من راح نوجدوا الحل لان هذا الشارع رافض الناس كل زيد غياب النخبه انا تسامحني انا ما عنديش حتى افتخار حتى ما عندي حتى افتخار انني نحكم الترا في حركه مش انا اللي كنت صالحها وما كنتش انا السبب فيها كل صراحه
انا كون جيت انا هذول الاحزاب تاع المعارضه انا والله نحل الاحزاب نتاعي. هو قلتها هيك هاك قلتيها انت 25 سنه وهو على راس نفس رئيس الحزب. مانيش باش نطعن صحيح الديمقراطيه ثقافه اكيد ثقافه وممارسه لا لا ثقافه وممارسه اكثر لا لا تبدا من الخليه البسيطه صحيح. وهي صحيح وهي العائله صحيح يعني ماشي ماشي يكفي انك صحيح. تخرج مرتك معك تكون شعارات ولكن سمعني تكون ممارسة على الارض اكثر لا ما يكفيش انك تخرج مرتك معك والدار هل اعطيها هل اعطيها حقها في دارك هذا هو هذا هو نقاش العمق صحيح فهمت الله درك نبقاو احنا ما قلتلكش انا مليح وهذا الامر هذا هو هو كيما نقولوا احنا داخل في مرحله تاريخيه تعيشها البلد نتاعنا صحيح هذه واش هي احنا كحاكم ملاحظين وكمحللين المحلل الميزان نتاعو السيمه نتاعو انه لازم يتساءل ما يبقاش ما يروحش يتساءل لانه هو عنده هذاك بعد النظر هو يشوف كيما يقولوا من بعيد ويشوف ويشوف لا لا انا خويا انا لكن كل جمعه هكا برك سمعت من انا في رايي لازم نوجدوا صيغه تاع نتاع يعني حلول سلسه نروحوا ما نروحوش الى اجراءات جذريه الى اجراءات يعني كيف نقولوا نمسحوا الماضي كما راه من الناس متطرفين يعني لا هاو عشنا نفس المرحله ولا لا حتى في الاراء او حتى في المطالب او حتى صحيح إيه؟ صحيح صحيح يعني مثل ما امين تعليق حتى خلي باش نسالك نعم. هو نقاش فقط يعني نتوقف في هذا النقطه نعم ربما قضيه نقاشنا اليوم مع عبد الوهاب مش قضيه عاطفه فقط تدفع للانسان باش يتحدث لان جزائريين نعيشوا شي اللي عايشينه صح صح ما عادش عايشين في الافتراضي وما عندناش اقامات في الخارج عندنا اقامتنا هنا واليوم في الويمارس نتكلموا على الام والجده والاخت والزوجه لا لا أمنا انا نطرح لك سؤال انا نطرح لك سؤال كمل الفكره معلش شوف اسمع انا نطرح لك سؤال انا بحثت انا بحثت درت بحوث شفت حتى التحقت حتى برجال الامن لا رجال الامن عندهم صوره عندهم خريطه عم بالهم كاين فيه كاين فيه مش باش نخوف هذيك تاع اليد الخارجيه هذه ما الانسان ما يكونش ابله ما يكونش ابله في تونس كانت يد خارجيه وما كانش خارجيه حتى واذا كانت المطالب الشارع شرعيه عندهم كاين فيه جزائريين هنا كاين فيه جزائريين في الخارج وكاين فيه اجانب واليوم ما شاء الله عندنا اختصاصيين في الـ في الـ يعني في الـ في الـ حتى في الـ يعني نعم. في الـ سمعت اسمع درك الانسان ما يكونش ابله ما قلتلكش انا حتى الشارع واعي فيسبوك يبقى الا مجرد وسيله للتجنيد باش نكمل الفكر عبد الوهاب رغم ذلك نعم. معليش لا مش نكونوا على بينه مع بعض هذا الفضاء الافتراضي اللي تكلم عليه عبد الوهاب هو افتراضي هذا الافتراضي هو اللي لحق الخراب لكثير من الدول وهذا الافتراضي جو سمو هذا الافتراضي الذي سوزئ به في بعض الدول لحقها والراي احنايا لله الحمد تجربتنا سواء في 5 اكتوبر او في التسعينات او ما بعدها والضريبه ما زالت حصنتنا من الى غايه اليوم نحمد الله عز وجل ماناش نقولوا بلي ماناش ما عندناش درايه ولا ما عندناش بعد نظر ولا ماناش متريثين في الامر هذا ولا تبناوا الامر وخلاص لكن امين لكن حتى انا شفت حتى الشباب كان يقول حتى في شعاراته باننا واعين وباننا لن نسمح لاي جهه كانت انا جاي سي عبد الوهاب هنا شي حبيت نقوله لك سي عبد الوهاب المعالجة التقليدية للأحزاب السياسية المعالجة التقليدية للمجتمع المدني المعالجة التقليدية للمنظومة السياسية وحتى بعض وسائل الإعلام كفى عليه الزمن سي بون اليوم عندك شباب تغيرت العقلية تاع عبد الوهاب انا في اعتقادي انه هذا انا في اعتقادي المعذره لو سمحت هذه وجهه نظر باختصار امين حتى نتقدم كما راهي الى غايه اليوم ونتمنى ان تكون سلميه ويكون في حوار يكون فيه حلول ترقى صحيح. الى ما يخدم هذا البلد الجزائر صحيح. في مارس أنا في اعتقادي أنه هذا يؤسس لمرحلة جديدة مرحلة جديدة في بعدها الثقافي والسياسي والاجتماعي وغيره احنا يا ريت نعطيك انا سؤال يا استاذ نعم جاوبني درك على السؤال لما درك تبغي تدخلني انا في لا ما جاوبش على لا حتى جاكون اسمع انا قلت لك لا جاكون اسمع قلت لك النظام او مرفوض بس كاي تقول انت رافض هذا الشيء معليش نعم المعارضة ما تمثلش هذا ما نعرفوش كل الزعماء نتاعو ما نعرفوش كيفاش راح
كيفاش راح توجد الحل؟ خليني هذه معليش عصبيه نجاوبك يعني. لا هو هو امين انت ما سمعنا ولا قلت وعلاه قلت لك انا وعلاه قلت لك انا ما ضد الفيسبوك قلت لك ما هي الا وسيله تجنيد. نعم نعم خليتني سمعني امين امين سمعني درك وكاننا اكتشفنا عالم اخر. لا احنا انا كل عايش عندنا الفيسبوك وكل عندنا تويتر وكل هذا بالرغم يعني العمر وكلش حتى انا نعرف الفيسبوك ونعرف جاكون إيه؟ حتى نتقدموا في النقاش نجاوب على اش ما يزيدش يزعف ولا لا لا وانا عطفا عطفا امين امين عطفا عطفا على كلام جاكون انا راح نجيك تكمله باه تجاوب باه تجاوب السؤالين مع بعض لانهم يكملوا بعضهم وفي سياق كنا نتكلموا عن الديمقراطيه ومن مظاهر الديمقراطيه حتى احترام الراي الاخر في الشارع. في جزائريين خرجوا ضد العهد الخامسة لكن أكيد في 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 جانب آخر أو في في شارع آخر أو في مواطنين جزائريين آخر لا يمانعون أو هم مع هذه العهد الخامسة. بالتالي الفيصل هنا هو الانتخابات هو صندوق الاقتراع يفترض. في اعتقادك ألا تعتقد بأنه بدل أن نمضي إلى في ظل مطالب ربما بالتأجيل في ظل مطالب بإلغاء الانتخابات رغم أننا حتى بعض الجهات التي كانت ترفض الإلغاء وترفض التأجيل أصبحت يعني للمفارقة هي من تطالب بهذا الأمر، لكن ألا تعتقد بأنه احترام المواعيد الانتخابية يجنبنا الفراغ الدستوري الفراغ القانوني على الأقل يحفظ سمعة الجزائر داخليا يحفظ سمعة الجزائر خارجيا يجنبها كما قلت لك الفراغ وإحنا لو يعني الفراغ السياسي والدستوري هو أمر خطير جدا على البلاد وعلى المواطنين حتى روحوا في عمق الأمور وفي عمق المسائل ولن نتناولها بهذه السطحية خاصة وأنه مطروح الآن مسألة يعني في حال مثلا مرت الانتخابات الرئاسية هناك ندوة يعني شاملة تجمع الجميع من داخل الجزائر من خارج الجزائر يتم انتخابات مسبقة ولما نتحدث عن مسبقة يعني تكون أجلها قريبة جدا الاتفاق على موعدها. ألا تعتقد بأنه مثلا تحكيم صوت العقل لنجنب على الأقل الجزائر ربما مخاطر لا ندري من أين تأتي هو الذي يفترض أن نسمعه الآن؟ نحن في مرحلة فاصلة بإشراك الجميع طبعا وبالتحاور مع الجميع. نحن في مرحلة فاصلة تاريخية وهيبة أكيد عمليا ما هو مؤسس وهو واقع أنه عدنا تاريخ معلوم هو 18 أفريل موعد للانتخابات الرئاسية على فيه من يعني سواء موالاة أو معارضة يعني لهذا الناس يترشحوا بما فيهم رئيس منتهي ولاية بوتفليقة أو مترشحين آخرين هناك مجلس دستوري صحيح من ناحية الدستور والقانون لم يفصل بعد لا نقاش ولا غبار على ذلك ننتظر بأنه في الأيام القادمة يعني 13 مارس يكون فيه صحيح. فصل في هذا الشأن هذا أمر لا غبار عليه كموعد يجب أن يحترم. لكن هذا المخاض الذي نعيشه اليوم يفرض عدة أمور. أولا من ناحية احترام الجزائر لمواعيدها كما جرت العادة في كل مرة ورغم كل التحديات الصعبة التي عشناها منذ سنوات خاصة بعد التسعينات صحيح جرت العادة أن نحترم هذا الأمر لنمر بسلام ونقرر مع بعض في سياق ما هو السبيل أوفى لإعادة تركيبة سياسية أو أحزاب سياسية صحيح. أو مجتمع مدني صحيح. لإعادة نظر في لغة اتصالنا مع في النظام في النظام ككل في النظام السياسي ككل تغيير نظام تغيير صحيح. جذري تغيير النظام جذريا صحيح. هنا جاءت مقترحات يعني هناك من يطلب التأجيل وجهة نظر يجب أن تحترم. هناك مطلب كذلك ودعوة الرئيس الحالي المتهيئ ولاية بوتفليقة في الرسالة التي تمت يعني بحثها بداية هذا الأسبوع ترشح في حال إعادة انتخابه وفي حال الفوز صحيح يعني مش نضعوا كل كلمة في نصابها صحيح في حال إعادة انتخابه يعني ندوة وطنية شاملة تجتمع فيها وفق المعطيات المتوفرة لدي على كل حال الله أعلم الموالاة والمعارضة بكل تركيباتها بدون تدخل لا رئاسة ولا الوزراء ولا الحكومة على أن يتفقوا على تحديد موعد لهذه الرئاسيات وأن يخرجوا بمخرجات تكون في صالح البلاد لتحديد موعد يتم في إطار اختيار رئيس قادم لمرحلة قادمة تتواصل معها الصعاب والتحديات. هذه الأمور كنت أباغي نكمل فكرة هذه اللي طرح عبدوها في سؤال تاعو. نقاشنا هذا لا يعني أنه الحبس اللعف هذا الطبرون يعني قال هذه المسيرات ونتبعوا فيها ظروفها لأنه راهو خلاط كبير بين قوسين. احنا أنا نتكلم أولا كمتتبعين نعم كإعلاميين لكن كناس نحس بخطورة هذا الأمر. الخطورة هذه إلى نقولوها اليوم بهذا اللفظ وهيبة مش نتيجة هذا الخروج عن المسيرات تكلمنا عليها في عدة معطيات عدة مناسبات بسقف آخر أجدد أو أكرر الكلمة بأنه فيه خلل في العملية الاتصالية.
في خلل في عدم التزام مسؤولين، لأن وصلنا مرحلة عبد الوهاب أنه الناس تتكلم على برنامج رئيس الجمهورية إلى درجة أنه البعض يعني يكرر نفس العبارة للمواطن، واللي يجي الإعلامي عاود يرجعها للمواطن فيقول لك شنو تقول أنت أصلا؟ إنسان يكرر نفس البرنامج وكأنه غير معني بالبرنامج، أيعقل هذا الأمر؟ وهذا يعني سواء البرنامج الحالي أو لمن هو قادم على رأس الدولة الجزائرية. فبالتالي الأمر ليس بلهين، نأخذه في صورة أكبر. نحن بحاجة إلى وقت أكبر نعم للمعالجة، ليست قضية فصل في عجالة قد نأخذ قرار، هذه مش تعبة. هذا النظام يجب أن يحافظ على مؤسساته، على الدولة، على الأمن، أن يفسح الأمن المواطن كذلك للتعبير عن ضريبة هو دفعها بسبب الحرقة، بسبب الحقرة، بسبب كثير من المعطيات، لكن أن نتناقش، أن نبحث عن سياق يسمعنا وجهات نظر، وهي مطروحة اليوم. صحيح. بالأمس فقط المعارضة كانت نشطت نشاط لها على كل حال، وهي تتفاعل، وربي يقدرهم على كل حال، لأنه معطيات والصورة والصوت اليوم تقول باللي المواطن أي واحد من الطبقة السياسية هبط للشارع تم رفضه. ليس هو الحل النهائي عبد الوهاب باش نبقوا في صورة مع بعض، لكن بحاجة إلى الفصل في أيام القادمة. إذا كان موعد 18 أفريل هو الفيصل وفق المجلس السوري ووفق الجيش الوطني الشعبي الذي أكد اليوم في مجلة الجيش التي صدرت اليوم بأن هي مرافقة متمسكة بنضالها ومسارها مع الشعب الجزائري، اللهم بارك. إذا كان في طرح آخر يخدم مصلحة البلاد فأنا أهلا وسهلا. أنا مانيش نزيد نقولها، سمحيني تعليق بسيط حتى نسألك. نعم سهلا. أنا مانيش مبهور، أنا مانيش مبهور، اسمعوا لي، مانيش مبهور لما نشوفوا المحتوى، المحتوى تاع التعليق. شوف، بمجرد انك يعني تعارض الانسان ولا تعطي رايك مناقض له يبدا لك الشتم والسب. هذه ثقافه، هذه ثقافه للاسف. ناهيك عليك، لا نناظروا هذا الفيسبوك، هذا اللي حبوا يقدموه لنا، سمحيني. شغل يعني هي بحيره الديمقراطيه. الديمقراطيه هو فيه الغط والسنين، سمحيني، فيه ديزانفورماسيون. أكيد. هذا الساحة وبعد نروحوا للوعد. فيه لا ديزانفورماسيون، فيه لا ديزانفورماسيون، فيه توجيه، فيه مغالطة، فيه ديزانفورماسيون، فيه شتم، فيه شتم، فيه شتم، فيه عدم احترام المساس بعروض الناس، يعني فهمت ولا؟ هذه لا، سمحيني، أنا مش هذه الثقافة. حتى وإذا كان فيسبوك وسيلة عصرية حديثة، أكيد نتكلموا على المحتوى، لكن أعتقد نتكلموا على المحتوى، نتكلموا على المحتوى. لا خليني نهضر معك، هاني أعطيتي رأيك، أنا أعطيت رأيي، أنا مش نعاقب عليك، أنت اللي كل مرة تعاقب. نعم أنا ما نحبش نعاقب على، أعتقد في كل الأحوال هي لا تعدو أن تكون مجرد قلة، لأنه أغلبية الشعب الجزائري وهو من عكس على الميدان فيه وعي كبير جدا جدا بما يحصل، لكن ما حتى ما نحصروش النقاش ربما، لأنه هذه المسيرات مهمة وحتى المطالب المرفوعة فيها مهمة جدا. لكن في حديث التغيير، تغيير جاكون يعود له، لأنه هو المطلب الرئيسي والمطلب المهم جدا، وكنا نتحدث على الإسقاط، لأنه أنا متأكدة مثل ما هو 40 مليون جزائري متأكد بأنه مطلب الإسقاط بكل تداعياته هو مرفوض من قبل كل جزائري، لأننا شفنا الكثير من الأمثلة، أمثلة إسقاط النظام. لما شفنا إسقاط النظام في العراق من قبل المحتل الأمريكي ماذا حصل، يعني البلاد إلى الآن في الفوضى ومئات ألاف الضحايا. حتى في ليبيا إسقاط النظام ماذا انجر عنه، حتى في بعض الأنظمة العربية التي تغير ربما رمز أو هرم السلطة، لكن لم يتغير النظام بالمفهوم الحقيقي، لأنه كما قلنا منظومة التغيير هي مسألة ربما تأخذ وقت ومعقدة. تعتقد ما هي آليات تغيير النظام هنا في الجزائر؟ من هو المخول أكثر بتغيير النظام في الجزائر؟ هو ذاك الداري بالخبايا وصاحب التجربة والذي يملك ربما، الذي ليس لديه طموح قادم، أم المخول هو ذلك الذي يريد أن يصل إلى 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 الحكم ويريد التغيير وربما تكون لديه بعض الأشياء الأخرى؟ لا، كان فيه العديد. من هو المخول أكثر في العديد يعني أن يقوم بالتغيير؟ كان في العديد من الأحزاب اللي قدمت، كانوا يتكلموا على امتداد، كانوا يتكلموا على مرحلة انتقالية، كل واحد وش قدم. يكفي، هل في إجماع؟ هذا يكفي في إجماع. لا، ربما اقتراح الرئيس هو يعني حل وسط، يعني حل وسط. قال انه التزم، قال لك انا
نديروا الانتخابات نكملوها تكون جو عادي، ومن بعد سيدي انا لما ندير الندوه الوطنيه وكلش قال اخويا انا نحدوا العيال يتحدد يعني التاريخ الانتخابات المسبقه هما سمعنا درك باش ما هي الاطراف اسك لي بارتي لي بارتي اللي راحوا راح يتناقشوا راح يتفاوضوا معروفه. احنا اليوم واش عندنا؟ عندنا معارضه وعندنا نظام. والشارع اللي يخرج فيه تخرج فيه جهه اخرى. درك كيفاش هذو يتلاقاو ويتناقشوا ويوجدوا حل لهذا الامر؟ لانه لا سبيل غير الحوار. لان عندنا تجارب قريبه انيه. مصر راحت ورجعت النظام. لانه فقط سقط الشخص وليس النظام والمنظومه. لا 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 النظام لا 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 ما نقولوش نظام. النظام بقي تقريبا نفسه. لا لا نفسه هي. رمز السلطه الذي تغيرت الوجوه لم يتغير النظام. وهذا هو تونس حتى الاسلاميين لما شافوا صعوبه تسير شؤون الدوله ما حبوش يطلعوا في السقف نتاع المطالب نتاعهم. يسيسون في بتي لانهم اذكياء. هذه نحي النظام في الضربه ما نعرف النتيجه واش تكون. واش تكون صحيح وهنا المخاوف. هذه واش النتيجه واش تكون. فهمت؟ لان ما يكفيش انك ترفع مطالب. هل عندك القدره والآليات والوسائل؟ لا لا لا, لا القدره والنضج انك تناقش وانك تقترح. فهمت ولا؟ هذا هو انا التخوف تاعي. التخوف تاعي انا مانيش قاعد لهنا باش نطعن. صحيح صحيح. لازم حاجه تقولها. صحيح. درك انت تحب تقول لي باللي الفيسبوك وسيله ديمقراطيه. لا. ما نرجعوش للفيسبوك. وسيله تجنيد. صحيح. صارت لا. درك المحتوى هل هو ديمقراطي بالمعنى الكلمه؟ هل مثلا هذو اللي راهم داروا هذا هل يتقبلوا راي الاخر؟ لازم نوصلوا. اسمع نوصلوا الى قبول الاخر. انت تقبل الراي تاعي وانا نتقبل الراي تاعك. مش نشتموا بعضنا. لان لغه الشتم لم توصل لشيء. سمعت والعنف ما تجيب والو ما تدي والو. تثير فقط الاحقاد. امين. وحتى نتقدم كذلك ومساله مهمه وكان يتحدث على الديمقراطيه ومن المسائل انا اريد دائما ان نرجع الى هذه المسيرات وهذه المطالب وحتى قضيه العهده الرئاسيه الخامسه. يعني لو ندقق مثلا في قضيه مباشره وهكذا ورد في رساله الرئيس مباشره بعد الانتخابات الرئاسيه نمضي الى انتخابات مسبقه بالمعنى يعني بالمعنى الفعلي والمنطقي هي ليست عهده خامسه هي فقط لنحافظ على موعد انتخابي لكن ستكون انتخابات مباشرة مسبقة يعني رئيس الجمهورية رايح اليوم ولا غدوة هو رايح فقط يريد ربما أن يرتب الأمور أن يرتب هي مرحلة انتقالية حقيقية والتي كانت مطلب الجميع يعني على الأقل الأغلبية من الجهات كانت تطالب بمرحلة انتقالية فها هي الآن هي المرحلة الانتقالية فقط تكون في إطار القانون فقط تكون في إطار يعني تأمين الجزائر من المجهول فلما لا يسمع لهذا الصوت وربما الاتجاه في هذا الله للمسؤولية التاريخية أنه نتكلموا على مطلب أو دعوات واحد من المترشحين وهو عبد العزيز بوتفليقة لهذا الأمر يعني هو كان ضمن رسالته التي مرحلة انتقالية قصيرة تؤمن الجزائر والشعب أهمية الجزائر أهمية هذا الندوة الوطنية وهبة كمطلب أو يعني كدعوة من المترشح لديها أبعادها الاستراتيجية لأنه عمليا في حال انتخاب على كل حال لعمليا الندوة التي تفتح الباب لمختلف الأطياف التي تؤمن مرحلة إلى غاية هذه الساعة اللي نتكلم فيها مش واضحة الصورة عند الجزائري شكون هذا الرجل يعني حتى اللي راهم ضد الرئيس الحالي بوتفليقة يعني شكون هذا البديل من عندنا بديل واضح حديث البديل عندنا بديل في أي تيار أو أي توجه أديولوجي أو أي حزب سياسي عريق ولا قديم ولا وش سميه مكاش اعتقد في اعتقادي مكاش صوره واضحه فاعتقد من هذا الجانب اللي جاء المطلب او الدعوه تاع الرساله اللي ضمنت الندوه الوطنيه الشامله اعتبار انه توفر اريحيه في لقاء مختلف الاطياف فكروا يا جماعه على الاقل عندكم في المرحله القادمه هذه اذا ان وفق الامر في ذلك نقعدوا على طاوله حوار تناقشوا تباحثوا السبيل الاوفى لتحديد موعد قادم يتم تجنيد كل الجزائريين لاختيار ما شئتم كما قال واحد من المتدخلين هذا الأسبوع
قال هذا الموعد ان لم يحترم فعودوا خرجوا يا سيدي، لانه ما قال لكم المزيد ما تغطي عمليا. صحيح، يعني لانه ذكرتني امين في قضيه مساله الضمانات، لانه كثير قال لك وما الضمانات اننا سنمضي في حال مثلا راحت مشات الانتخابات، يعني كثير من الجهات قالت لك ما هي الضمانات لتطبيق هذا، وانت قلت يعني في حال عدم الالتزام الشارع دائما موجود. اعتقد انه تصريحات الناس فبالتالي ما نستبقوش النوايا هكذا او نشكك في النوايا قبل. والله يا وهيبة المشاهد الجزائري يتبع فينا ورانا كلنا معنيين، نحن لا نسبق النوايا ولا نحكم عليها لانه كل حر في هذا الوطن اكيد عبر على الشيء اللي يبغاه، لكن بدون شتم وبدون اي مزايدات بلا عنف. صح صح. ابتسم شوي عبد الوهاب. لا 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 يعني ابتسم فقط ابتسم. ايوه صحيح صحيح صحيح. على الاقل نتفائل بالقادم. صح صح. انا نتابع فيك، انا نتابع فيك فعلا. المسيرات والله كانت فيها صور النكته على بالنا باللي فيه في شيء اللي يوجع القلب، لكن كان من باب النكته انه كان في صور والله توجع القلب مع كلها في خروج جزائري. صحيح صحيح صحيح. هذا المطلب وهيبه واحد من المتدخلين، لست ناطقا باسم هذا يعني الدعوه على كل حال، لكن اتمنى هذا الاسبوع انه الرهان في هذا الاطار يستهدف هذا الشان، يعني مرور بسلام على الاقل لاشهر معدوده، على الاقل يتريث البعض في اجتماع القوى والافكار والهندسه وطرح برامج مؤسسه. صحيح. لانه اليوم حتى وحنا نتناقش والله بمراره عن هذا الواقع، الناس اللي راهي ما بنيناش حمله انتخابيه، ولكن والله ما نشوفه حتى في تعابير تدخلات من يحاول أن يعتلي أو أن يؤسس لجمهورية جديدة أو ثانية ولسه أدري كما تسمى، في بعض تشوف فيه ربما الأمان، لكن في بعض اختلال، في بعض فيه الغدر، لسه أدري لا أحكم على الأشخاص. أكيد. لكن لأننا كجزائر شاملة كبلد. صحيح. أن نتجاوز الأحقاد كما خرجنا في الشارع هذه الأيامات بغض النظر الاعتبار والخلفيات، الناس المؤهلين مؤهلين باستراتيجيتهم بسياستهم بحنكتهم وأصحاب الثقة، لأنه إلى أن توافقوا في هذا الطرح أنه مشكل الإدارة في السنوات القليلة الماضية إلى وقت قريب كان استرجاع ثقة المواطن مع الإدارة. أكيد. الثقة اللي انتفع ضريبتها اليوم وهيبة هي عدم تحمل الناس مسؤوليتهم. عبد الوهاب خدمنا في الإعلام تلقى مع مسؤولين والله ربما ما يلتزم لبرنامج تاعو. صحيح. كاين اختلالات في الإدارة. صحيح. في حديث المسؤوليات هنا المواطن. هذا يا وهيبة المعذرة ما نطولش عليك، المواطن كان في الصحراء ولا في السند ولا في الهند ولا في تبسة ولا في تلمسان، في نهاية المطاف يعني يتحمل. لحقنا الآن إلى درجة تستلزم لبنة جديدة كقاعدة سياسية اجتماعية اقتصادية. أكيد. باش ما نشتروش نفس الكلام. صحيح. ونشوفوا في بعضنا بعدين نقولوا كيف نعالجوا الأمر. صحيح. وهذا هو توجه جاكون الذي يفترض أو الدعوة إليه بأننا نذهب جميعا كما قلت تقول إلى حوار شامل، إلى صياغة مشروع مجتمع متكامل اقتصادي سياسي يصاغ في دستور يكون أكثر عمق، يكون أكثر ملم بكل جوانب الحياة، حتى ما نكونوش ربما حتى الدساتير اللي كنا في كل مرة نعدلوها على مدار هذه السنوات كانت تقريبا هي دساتير ظرفية، يعني تمليها ظروف معينة حتى نخرج من هذا الشيء ويصبح لدينا دستور ربما أكثر قدسية لا نلجأ إلى تغييره في كل مرة. فهذا ربما يتطلب الآن اجتماع الجميع، إشراك الجميع، مناقشة الأمور في العمق حتى نصل كما قلت لك إلى صياغة الدستور لما لا يبقى لقرون في الجزائر. شوفي وقت اللوم، وقت اللوم تلومي عليه واللوم عليك راح. اليوم رانا نعيش. صحيح. يعني راه مشكل الجزائر على المحك يعني. لا 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 نعيشوا مشكل. لا نعيشوا مشكل. رانا نعيشوا مشكل ماشي أزمة. أنا عايشوا مشكل. درك لازم كل واحد منا يتحلى بنوع من المسؤولية. سمعت. لأن في فرق بين الدافع الشخصي، لأن واحد يدير السياسة بالضرورة عنده طموح. هل في الوقت هذا قادر أنه يحط على جهة هذا الطموح الشخصي ويقدم مصلحة الوطن ويفكر في مصلحة البلاد؟ لأن السياسة هي حسابات. صحيح. كل بصراحة السياسة هي حسابات، كل واحد وش راه حاسب، وكل واحد وراه نيته. ومن أنا نقول لك أنا مانيش أبله، أنا نعرف. فهمت. أنا نعرف وش معنى السياسة، لأن كاينين الناس امباسيون مو مصابرين. لازم حتى ولو حتى نقول لكم صراحة، حتى ولو ناوي يخلق مشكل للبلد، لأن الطموح الشخصي هو اللي يدفع عليه. إذا درك ما تزيد عليا ما نزيد عليك، أنت راك ما تمثل والو وأنا راني كيما نقولوا مرفوض. أروح أخويا نتناقشوا نوجدوا حل، نتفقوا على صيغة ونمشيوا. فهمت ولا؟ هذه نتاع مليح
انك تسمع الشارع. اكيد وانا نقولها بمسؤوليه وما نهفش وما نهفش. لا فول لا فول ايتان روبار جامي ان غيد. صح فهمت. الجماهير ما تقودش هي مؤشر وما تقودش. لازم لازم نعرفوا هذا. كانت النخب تقود الشعوب. لا يعطيك الصحة. عندما كانت ما شوف ما دمغجوش مؤشر وليس العكس. مؤشر هي تعطيك المؤشر تقول لك راك هرتها ولا راك على صواب. بصح ان قيد با صحيح ديريش با صحيح. لهذا يفترض رانا في فوضى. صحيح لهذا يفترض الان ان تكون ربما ان تظهر بعض الاصوات العاقله والواعيه التي ربما تؤطر وتتبنى هذه المطالب اللي كان يقول جاكون بعيدا عن المصلحه حتى تجد حتى ربما السلطه جهات تتحاور معها امين لنخرج ربما بحل يرضي الجميع يتوافق عليه الجميع لننقذ هذا البلد لانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعود الى سنوات الجمر لما هيش بعيده امين تحت اي ظرف وتحت اي مسمى لان الوطن اسمى من كل الاشخاص ومن كل المسؤوليات من منصب رئيس الجمهورية إلى أقل منصب. نقطة مهمة قالها وهاب وهي مؤشر. هو المؤشر في الصميم لوضع حد للاختلالات الموجودة. مؤشر في الصميم لوضع حد للفساد أينما كان وعلى أي سقف كان عليه. صحيح. هو مؤشر مهم لدخول مرحلة جديدة برجال وقلاء. ومؤشر مهم وخطورته أهم. لأنه اليوم في وبكفاءات سبع ساعة مع ذي رواهبة يعني بدأوا الناس يشتروا للأسف سواء في عواصم غربية أوروبية ولا أمريكية ومنا هما ياريت بين قوسين يلتاو بمشغلاتهم وستراتهم الصفراء والخضراء والحمراء وألوانهم. بدل الاستثمار نحن عجبوني الجزائريين يعني في إطار تواصل تفاعلهم قالوا هذا أمر داخلي عائلي وصح هذا أمر يخص الجزائريين وهذا موقف يحسب للجزائريين في هذا الإطار. أمرنا الجزائريين بيناتنا نتناقشوا نتخالفوا نعم لكن لابد للنخبة لأصحاب العقل أن يتدخلوا. لابد أعتقد على مستوى السلطة حاليا أن ندخل سقف آخر من المصارحة وتكلمنا عليها في عدة بلاطوهات بسقف آخر وهيبة. المصارحة كيف السبيل إلى إيجاد هذا الحل إلى وضع أرضية باش نغربلوا فيها على الأقل الجماهير عندها حقها في التعبير أكيد. لكن الغربة الأخيرة تكون لأهل العقل لأهل الحكمة للنخبة التي يجب أن يفعل دورها في هذه أن تقود المرحلة ولا تقال. أي مكانة يعني في علم الاجتماع في السياسة وغيره باش ندخلوا وهيبة لهدفنا اليوم ورانا الجزائريين ندخلوا مرحلة جديدة كلبنا سياسية ثقافية اقتصادية اجتماعية تصنع فارق لا يحسب علينا في المستقبل وهذا ما نتمنى ما نتمنوش كنا أن ديراباج يعني أكيد. في أي مجال ورسالة الأمس كان فيها حديث عن تحذير من اختراق من أطراف داخلية وأجنبية أجنبية خارجية أجنبية صحيح. معروفة وداخلية وإحنا على بالنا عبد الوهاب الأمور هذه للأسف هذا واقع الأمر مش شعبوية يعني كاين ناس راهم جندة في الخارج وراي هنا تفاعل وتبيع دمامها بين قوسين لأنه يهمنا اليوم هو أمن الوطن والسلامة تاعو إن شاء الله تتم الأمور بخير بحول الله وهو ما نتمناه طبعا وهذا يتطلب كما قلت وعي والتزام الجميع باتجاه هذا هذا الامن المهم جدا اللي ما كانش بالسهل. شكرا لك عبد الوهاب جاكون على الحضور والمشاركه. شكرا جزيلا بالتاكيد ستكون لنا متابعه لهذا الموضوع. امين سعدي كذلك شكرا على الحضور والمشاركه الجميله. دائما لكم انتم مشاهدين مني ومن فريق البرنامج واستوديو رقم واحد كل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا للتواصل طبعا العناوين ظاهره. شكرا لكم الى اللقاء.